علشان انت شخص غالي عليا جدا، حبيت اكون اول حد يقول لك. You don't have the right to call yourself a west coast gangster عشان انت ما عشتش اللي هم عاشوه، فانت بتعمل حاجه اسمها cultural appropriation. وهو هيبص لي انا هيقول ده واحد حقيقي عايش حقيقته. انا عمري ما قلت ان انا ثاج يا برو. احنا خلاص الورا بلاك كانسل بيقول لك احنا نطلب ابو مازن. يا بنات يا بنات ما تقطعوش نفسكم عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. لا يا حبيبي. حبيب قلبي. نزلوا المكان. أحبك يا أحبك أحبك يا لا. السلام عليكم. الحرب العالمية مات فيها ناس كتير أوي على فكرة، بس كانت عالمية يا اسطى، كانت عالمية يا عم. بقولك مات فيها ناس كتير، كذا ناس، ألوفات ملايين من الناس، كانت حاجة وحشة فاهم، بس كانت عالمية يا اسطى، كانت حرب عالمية بجد يا اسطى. انسى بجد، كانت حرب عالمية يا اسطى. في رمضان اوه شيت ماي جود. اعمل يا جدع لايك، اقرالي، قول لي الله ينور، ما تقل اشتمني، وفي كده بتقدرني.